جولة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، نبدأها معكم بأبرز العناوين. تقارير حقوقية تكشف عن خطف ميليشيات الحوثي ل 16,000 مدني منذ 2014، بالإضافة إلى دفنها جثثا مجهولة في سجونها. بدعم من دولة الإمارات تتواصل أعمال مشروع طريق الكدحة البرينة المخا في تعز. منظمة اليونسكو تدرج أثار حضارة مملكة سبأ القديمة في مأرب على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. أهلا بكم. تصدت القوات الحكومية لعمليات هجومية ومحاولات تسلل واعتداءات نفذتها ميليشيات الحوثي بمحيط مدينة تعز. أكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية تصدت لهجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع عسكرية في الدفاع الجوي شمال غرب المدينة. كما أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل لمجاميع حوثية مسلحة في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق المدينة. رصدت تقارير حقوقية خطف الميليشيات الحوثية منذ 2014 أكثر من 16,000 مدني في مناطق سيطرتها، وقيامها بالتخلص من عشرات الجثث المجهولة لمعتقلين كانوا في سجونها. في إدانة واضحة وصريحة لأعمالها الشنيعة بحق المواطنين القابعين تحت سيطرتها، اعترفت الميليشيات الحوثية حديثا بدفن دفعة جديدة من الجثث المجهولة في محافظتي الحديدة وذمار، وسط شكوك بتصفيتهم في المعتقلات. وفي حين أفادت وسائل إعلام الميليشيات بتنفيذ عمليتي دفن شملت 89 جثة في المحافظتين، زعمت أن النيابة الخاضعة لها نسقت عمليات الدفن الجماعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كانت هذه الجثث موجودة في ثلاجات المشافي الحكومية. وطبقا لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن الميليشيات تقوم بعمليات الدفن لهذه الجثث التي تزعم أنها لمجهولين لأجل إتاحة ثلاجات الموتى لعناصرها الذين يقتلون أثناء المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية عند خطوط التماس. وفي حين لم يستبعد الناشطون الحقوقيون أن تكون تلك الجثث لأشخاص مختطفين قتلوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات، ارتفع عدد الجثث المجهولة التي دفنتها الميليشيات إلى 495 جثة في 4 محافظات تحت سيطرتها، وهي صنعاء والحديدة وذمار والمحويت. وسبق للميليشيات أن أقرت العام قبل الماضي بوجود 715 جثة مجهولة الهوية في عدد من المشافي الحكومية في المناطق تحت سيطرتها. وكانت تقارير حقوقية بيّنت اختطاف الميليشيات ل 16,804 مدنيين منذ سبتمبر 2014 وحتى 30 من أغسطس من 2022، بينهم 4,200 مختطف ما زالوا يقبعون في معتقلاتها. تنتهج الميليشيات الحوثية الإجرامية سياسة الإبادة والاستخدام القسري ضد المهاجرين الأفارقة من خلال استغلالهم كدروع بشرية ووسيلة لنقل الألغام والمواد المتفجرة من وإلى جبهتها الإرهابية. لم تعد جرائم الحوثي مقصورة على مناطق سيطرتها، بل تجاوزت ذلك لتطال الإنسان أيا كانت طبيعته. وتلك فلسفة الإجرام في كياناته المنظمة كداعش والقاعدة والحشد الشعبي وتنظيم النصرة وغيرها من الكيانات الإرهابية. المهاجرون الأفارقة في رحلتهم للبحث عن العيش الكريم في الضفة الأخرى من العالم يجعلون من اليمن طريقا للعبور، لكن غياب مفهوم الدولة عند الحوثيين جعل القوانين الدولية والأعراف والنظم التي تحمي المهاجرين وتنظم طريقة التعامل معهم غائبة، وهو ما جعل المهاجرين الأفارقة عرضة لممارسات استغلالية خطيرة. السلاسل البشرية من الأفارقة والتي استخدمتها الميليشيات الحوثية في نقل الألغام والمواد المتفجرة من الكهوف إلى المعسكرات، والتي تعرض حياتهم للخطر والموت، ناهيك عن التجنيد القسري والاستخدام غير الإنساني في مجالات محرمة دوليا، هي أبسط معاناة هؤلاء. ومن أمثلة الإجرام الحوثي في حق المهاجرين الأفارقة تكديسهم في ملاجئ تفتقد لأبسط وسائل الحياة وخارج رقابة المنظمات الدولية،
وهنا أيضا يتحمل العالم مسؤولية كبيرة في صمته وغضه الطرف عن مثل هذه الممارسات. حادثة الحرق التي تعرض لها أحد الملاجئ أودت بحياة العشرات من المهاجرين الأفارقة، ولم تخضع الميليشيات الحوثية لأي مساءلة قانونية دولية، تماما كجرائم الإبادة الجماعية وتغطيتها المكشوفة بأنها مجرد عمليات عسكرية راح ضحيتها مقاتلون، وتلك أيضا لعبة من ألاعيب الميليشيات الحوثية. أعلنت الأمم المتحدة احتياجها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لتمويل أنشطتها الإنسانية خلال العام الجاري في اليمن. التفاصيل في هذا التقرير. وبدعم من دولة الإمارات تتواصل الأعمال في مشروع طريق البيرين الكادح المخا بطول 14 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 8 ملايين دولار وبمدة زمنية محددة أقصى 10 أشهر. بفضل تلك الجهود والدعم السخي المقدم من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيمثل مشروع طريق الكدح البيرين المخا شريانا جديدا لمدينة تعز في ظل ما تفرضه الميليشيات الحوثية من حصار خانق على المدينة وإغلاق للطرق للعام الثامن على التوالي. سابقا كانت أول بعيد وعرة طريق وعرة تركب بقى الحمار، تمام، وهذا الحمار كمان بعض حاجات تجيتها الطلاب وانت راكب عليها من وعر الطريق. الآن ما شاء الله الطريق زقزع، حتى السيكل هذا اللي على البارد ما يقولوا له بيدر ما يقولوا له، تمام، تركب عليه توصل المخا. نشكر الإمارات على ما قدمت من دعم لتخفيف المعاناة على المسافرين، الخطوط الطويلة الوعرة الذي كانوا يقطعوها، ونشكر كل الداعمين والواقفين معاهنا في هذا الخط. الأعمال الجارية في طريق الكدح البيرين المخا تمضي على هذا النحو من الإنجاز في تعبيد الطريق وعمل الجدران الساندة وقطع الصخور بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل عضو القيادة الرئاسي العميد طارق صالح. بالنسبة للطريق لها أهمية كبيرة ودور حيوي مجتمعي في ظل الحصار المطبق على محافظة تعز، هي تخدم ما يقارب 4 مليون نسمة من المجتمع التعزي. أما إذا حصل يعني مثلا مصالحة وطنية أو سلام دائم، سوف تكون الطريق شريان اقتصادي من الدرجة الأولى. بدينا بالأعمال الإنشائية بشكل جبار وبعمل وتيرة، لدينا أعمال إنشائية كبيرة ما يقارب 68 عبارة وتصريف المياه، قمنا بإجراء التصاميم الهندسية، والآن أي مرحلة تتم بوفق اختبارات هندسية دقيقة. بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية والأخيرة بوضع الطبقة الإسفلتية والانتهاء منها، ستكون طريق الكدح البيرين بالقريب متاحة أمام حركة النقل والتنقل، وهي طريق لا تمثل أحد المشاريع المرتبطة بمشروع المطار وتوسيعة ميناء المخا الاستراتيجيين فحسب، بل وشريان حياة لأكثر من 4 ملايين مواطن في تعز يعيشون تحت القصف والحصار الحوثي. رمز مختار لقناة الغد المشرق، تعز. وقع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس ومدير عام الشرطة اللواء مطهر الشعيبي اتفاقية لتعزيز المنظومة الأمنية بكاميرات مراقبة حديثة بدعم من دولة الإمارات الشقيقة. أبت دولة الإمارات إلا أن تكون السباقة في دعم العاصمة عدن بشتى المجالات، وآخرها كان دعما سخيا لبناء شبكة المدن الشرطية الحديثة لدعم الأجهزة الأمنية.
حيث وقع اللواء الركن مطهر الشعيبي وبحضور وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اتفاقية إنشاء وتطوير المدن الذكية الشرطية والتي سترتبط بغرفة العمليات في العاصمة عدن. تم اليوم توقيع اتفاقية أمنية وهذا دعم آخر إضافي يقدم للعاصمة الحبيبة عدن مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت المزيد وما زال التقدم، ستقف معنا إلى أن ننهض. شركاءنا في الحرب قدموا أبنائهم سال دماءهم لتحرير أرضنا الطاهرة في عدن، في مارب، في الساحل الغربي، في شبوة، في حضرموت، وبالتالي لا غريب عليهم أن يقدموا العملية التنموية لتنهض البناء المؤسسي للدولة. سعيدين اليوم أن نوقع مع أشقائنا الإماراتيين بمنظومة أمنية خاصة بالكاميرات، وهي من ضمن سلسلة إجراءات أمنية أو اتفاقيات أمنية سيتم التوقيع عليها لاحقا، وهذا دليل على أنه أشقائنا في الإمارات يقدمون دائما كل غالي ونفيس، ونتمنى أنه في المستقبل القريب إن شاء الله سيتم تجهيز هذا المشروع، والمشروع هذا سيكون له أثر طيب في استتباب الأمن في محافظة عدن. المشروع السخي سيشكل رافدا قويا لتثبيت دعائم الأمن في عدن، وسيسهم في ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية. ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع تقديم دورات مصاحبة لآلية عمل الأجهزة الحديثة وطرق صيانتها وتشغيلها، هذا وسبق لدولة الإمارات تقديم عدد من المشاريع لأمن عدن، وقد أحدث هذا الدعم نقلة نوعية في تثبيت الأمن في عدن. أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أثار حضارة مملكة سبأ القديمة في مارب على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. حضارة مملكة سبأ القديمة واحدة من أبرز الحضارات التي نشأت في منطقة شبه الجزيرة العربية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الملكة سبأ، باتت اليوم في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، حيث أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو التي قالت إنها استخدمت إجراء طارئا لإدراج 7 مواقع أثرية تابعة لمملكة سبأ اليمنية القديمة التي تعود إلى القرن 11 قبل الميلاد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بسبب تهديدات التدمير جراء حرب ميليشيات الحوثي. وتضم مملكة سبأ بقايا مستوطنات حضرية كبيرة مع المعابد الضخمة والأسوار والمباني الأخرى، ويعكس نظام الري في مأرب القديمة براعة تكنولوجية في الهندسة الهيدرولوجية والزراعة على نطاق لا مثيل له في جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة، مما أدى إلى إنشاء أكبر واحة قديمة من صنع الإنسان. وتوفر قائمة التراث العالمي المعرض للخطر إمكانية الوصول إلى المساعدة الدولية الفنية والمالية على حد سواء، وتساعد في حشد المجتمع الدولي بأكمله لحماية المواقع. إلى ذلك قالت المندوبية الدائمة لليمن لدى يونسكو في بيان إن هذا الإنجاز الكبير يعد شاهدا على عمق وأصالة وعالمية القيم الحضارية التي مثلتها مملكة سبأ القديمة بما تحتويه من أهمية عالمية استثنائية، كما يعد تقديرا من أعلى هيئة ثقافية عالمية لتاريخ اليمن وحضارته القديمة. نشرة مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. تركيب إشارات السلامة المرورية بشارع السواعي في العاصمة عدن. أهلا بكم من جديد. قامت الفرق الفنية بتنفيذ أعمال تركيب إشارات السلامة المرورية ضمن مشروع صيانة وإعادة تأهيل شارع السواعي بمديرية المعلى في العاصمة عدن.
شهد شارع السواعي عمل تحسين تقوم بها الفرق الفنية بتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن، منها إجراء أعمال طلاء أرضية الشارع بخطوط المشاة، بالإضافة إلى إنشاء المطبات الأسفلتية الخاصة بسلامة المواطنين بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروع صيانة جولة الغزل والنسيج إلى جولة كالتكس. اختتمت بطولة سقطرى الكبرى الثانية لصيد الأسماك التي نظمها على مدى أسبوع مصنع إبراهيم للأسماك برعاية مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية. انطلقت المسابقة في 17 من يناير بهدف إحياء الأجواء التنافسية بين الصيادين المشاركين في الجزيرة وإيجاد بيئة خصبة للمنافسة السمكية وتعريف بأهمية أسماك الكنعد والتونة ومدى توفرها في المياه البحرية للأرخبيل. أما الآن إليكم التذكير بأبرز العناوين. تقارير حقوقية تكشف عن خطف ميليشيات الحوثي ل 16,000 مدني منذ 2014، بالإضافة إلى دفن جثث مجهولة في سجونها. بدعم من دولة الإمارات تواصل عمل مشروع طريق الكدح البرين المخ في تعز. منظمة اليونسكو تدرج أثر حضارة مملكة سبأ القديمة في مأرب على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. نلقاكم مجددا على خير في أمان الله.